طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم أريد أن نتحدث عن موضوع الرواتب. هناك حديث عن خطورة عدم تأمين الرواتب للشهر القادم من قبل مسؤولين في الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي، وهناك من تحدث بأن خزينة الدولة خاوية، ومن تحدث بأن الاقتراض أصبح ضرورة ملحة للحكومة في العراق، لأن العراق لا يملك أموال كافية لتسديد النفقات المستحقة عليه من رواتب وغيرها. مثلا اليوم هشام داود وهو مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال بأن الحكومة الجديدة استلمت من حكومة عادل عبد المهدي السابقة خزينة خاوية، كما قال مثل ما راح نشوف بالمقطع بعد قليل. قال خزينة خاوية ولا يوجد فيها سوى 300 مليون دولار. ذكر داود في شريط مسجل من مؤتمر صحفي سنتابعه بعد قليل كما قلنا بأن عادل عبد المهدي وحكومته تركوا خزينة العراق بهذا الخواء، ونحن أمام بلد يحتاج كل شيء، ولديه وباء عالمي وخطير، ولدينا متطلبات كثيرة، ونخوض حربا ضد الإرهاب. خلونا نشوف تصريح مستشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اللي تحدث به وقال بأن عادل عبد المهدي سلمنا خزينة العراق خاوية وما بها بس 300 مليون دولار. نشوف المقطع ونرجع لكم. تكون الخزينة مفتوحة، واليوم حقيقة الخزينة خاوية، استلمنا الخزينة خاوية، وليس هناك في الخزينة أكثر من 300 مليون دولار فقط، تركها عادل عبد المهدي وحكومته بهذه الوضعية، وأنت أمام بلد وحاجيات وأفواه ومدارس ووباء ومتطلبات ومكافحة الإرهاب وبناء قوات مسلحة ذات مصداقية، وعندما نتحدث مع بلد يخرق الحدود كتركيا يجب أن تعطينا القيمة والاحترام عندما نقول لا، وعندما نقول للجارة الأخرى جارة الشرقية بأنه الحدود سوف لا نسمحها لأنه الكورونا ينتشر في داخل العراق مرة أخرى. كل هذه يجب أن تكون عندنا كلمة. أن تكون الخزينة مفتوحة، واليوم حقيقة الخزينة خاوية، استلمنا الخزينة خاوية، وليس هناك في الخزينة أكثر من 300 مليون دولار فقط، تركها عادل عبد المهدي وحكومته بهذه الوضعية، وأنت أمام بلد وحاجيات وأفواه ومدارس ووباء ومتطلبات ومكافحة الإرهاب وبناء قوات مسلحة ذات مصداقية، وعندما نتحدث مع بلد يخرق الحدود كتركيا يجب أن تعطينا القيمة والاحترام عندما نقول لا، وعندما نقول للجارة الأخرى جارة الشرقية بأنه الحدود سوف لا نسمحها لأنه الكورونا ينتشر في داخل العراق مرة أخرى. كل هذه يجب أن تكون عندنا كلمة. يابا خزينة خاوية مستلميها الجماعة من عادل عبد المهدي، اللي أول ما استلم مصطفى الكاظمي من عند رئاسة الوزراء مجد بعادل عبد المهدي وقال بأن لديه إنجازات هو وحكومته، طلعت ها من ضمن إنجازاته بأنه سلمهم الخزينة خاوية بها بس 300 مليون دولار، وهاي ما تكفي، يعني احنا بالشهر نحتاج الى تقريبا 4 مليار دولار لسد نفقات الدولة من رواتب المتقاعدين، نفقات تشغيلية والى اخره. خزينة خاوية مسلميها الجماعة، هاي شغلة جديدة. هي من كانت الخزينة مليانة المواطن العراقي البسيط ايش حصل منكم؟ ده يحصل هسه وبس تبكون وما عدنا والدورون قروض. طبعا كذلك قبل أيام خرج علينا وزير المالية عبد الأمير علاوي وتحدث عن موضوع العجز، وقال بأن لدينا عجز شهري يقدر بخمسة تريليونات شهريا كل شهر. خلونا نسمع إلى مقطف لوزير المالية عبد الأمير علاوي ونرجع لكم. مبسطا الأزمة بأن احنا إيرادات النفطية مالتنا هبطت إلى مستوى واطي جدا حتى بعد الارتفاع النسبي اللي صار، وإيرادات الدولة راح تكون تقريبا 3 تريليونات دينار بالشهر. أما نفقات الدولة خاصة جانب الرواتب والتقاعد
والمخصصات توصل إلى 7 تريليونات دينار. يعني عندنا عجز تقريبا ما بين 5 تريليونات دينار بالشهر. زين، ها منين راح يدبروها ال5 تريليونات دينار شهريا كل شهر؟ هذا العجز 5 تريليونات دينار. طبعا معروف انه احنا نسمع تصريحات بانه فقط المنافذ الحدودية وارداتها شهريا هي 10 مليار دولار، مليار توصل الى خزينة الدولة، و9 مليارات يتقاسموها الجماعة بيناتهم رؤساء الاحزاب والميليشيات. هذه وحدها كافية لتغطية الرواتب، لتغطية الرواتب والموازنة التشغيلية الشهرية. زين، هاي ال5 تريليونات مين دبروها الشهر هذا وشلون راح يدبروها الشهر الجاي؟ خلينا نسمع محمد صالح، هو المستشار المالي للحكومة، يتحدث عن موضوع الاقتراض ويتحدث كيف أنه تم تدبير الأموال، أموال الرواتب لهذا الشهر، ويقول أنه يعني من الصعب ما نعرف راح ندبر الشهر الجاي ولا لا. خلينا نسمع على المستشار المالي ونرجع لكم. لماذا الاقتراض؟ بصراحة الحكومة عندها عجز 4 تريليون لسد نفقات تشغيلية حرجة بصراحة. مين راح تجيبها؟ إذا ما تجيبها راح تصير عندها اخفاقات كثيرة، يعني حتى الرواتب ما تكفي. أنت تعرف شلون دبرنا الرواتب بالشهرين المضت؟ ما حد يعرف شنو. يمكن الدكتور يعرف شلون. أحكي لك إياها. دبرت من إيرادات النفط البسيطة، ومن الإيرادات غير النفطية اللي هي القليلة، ومن تراكمات بصراحة يعني خل أحكيها مال الصندوق الصيني، كنا خالين أقل من 1 مليار جبناها وصرفناها وبقينا في الجزء حتى يستمر الاتفاق لأغراض الاستثمار بصراحة. وبعض أكو بعض الاعتمادات اللي مفتوحة وما مغطات سحبناها، قدرنا ندوب الراتب شهر. هسه بهذا الشهر الجديد ايش راح نسوي؟ راح المصارف الرافدين والرشيد والتي بي اي، تي بي اي يعطي كشف سحب على المكشوف 1 تريليون من الفلوس خالها لغرض معين راح يعطيها، والرافدين والرشيد راح يترجم حوالات خزينة عنده حاملها بالاحتياطيات الإلزامية لدى البنك المركزي اللي هي نقدية يبادلها حتى يشير يعطيها الحكومة. والشهر اللي بعده؟ بعد هذا السؤال مين راح تجيب؟ أي جاوبني يرحمك. ذاك الحكي راح السياسة النقدية راح تدخل على الخط بهو. منين راح يدبرون الجماعة؟ منين راح يجيبون الرواتب؟ وفي ظل هذه الأزمة العالمية، أزمة انخفاض أسعار النفط بسبب فيروس كورونا، يعني هناك كثير من الدول ما راح تقبل تطيك. وحتى إذا البنك الدولي، راح نجي هسه على تفاصيل هذا الخبر، خبر محاولة العراق أن يقترض من البنك الدولي 5 مليارات، حتى إذا قبل طبعا بشروط قاسية على 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 الحكومة في العراق، فالأمر صعب. يعني وإحنا ما نتكلم لإحباط الموظف أو المواطن في العراق ونقل صورة سوداوية، ولكن هذا الواقع مع الأسف. هم يتحدثون بهذا الشيء مثل ما شفتوا، مثل ما سمعتوا إلى وزير المالية علي علاوي ومستشار رئيس الحكومة وكذلك المستشار المالي محمد صالح. يعني الأمور صعبة جدا. يعني البارحة أحدى الصحف البريطانية وهي الاندبندنت تكلمت بأن الهدر الحكومي يقدر ب 300 مليار دولار. طبعا هنا اكو نقطة مهمة لازم نعرفها، الهدر الحكومي على آلاف المشاريع، يعني هاي مشاريع مو سارقية. 300 مصروفة على أساس مشاريع بناء مثلا مستشفيات، شوارع، جسور إلى آخره، جزء من الأساس جزء ما بنى. 300 مليار، 300 مليار. هاي اللي جماعة الحزب الدعوة والأحزاب الإسلامية اللي صدعوا رؤوسنا، قالوا احنا جايين نحرر العراقيين من ظلم الطاغية. شوف السووا بالعراق، أكبر حرامية ماكو بالتاريخ كله، مر على تاريخ البشرية مثل هؤلاء اللصوص والفاسدين. طبعا الصحيفة قالت في تقرير لها بأن نحو 228 تريليون دينار عراقي صرفت على 6000 مشروع ما تقدر ب 300 مليار دولار غير مكتمل أو معطل أو وهمي في موازنة 2014. في موازنة 2014 أشارت إلى أن ملف محاربة الفساد شائك ومعقد بسبب تورط شخصيات وكبار الشخصيات السياسية وكبار الموظفين بالفساد. طبعا جاء
في التقرير بأن الشروع بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة تعد الخطوة الأهم في سياق الإصلاح، مؤكدا أهمية إيجاد حل لمسألة الجمارك اللي تحدثنا عنها قبل قليل والتي بات يتحكم بها الإرهاب الاقتصادي من قبل بعض الأحزاب. طبعا اللجنة المالية كذلك قالت بأن الحكومة لن تستطيع تأمين الرواتب ما لم يرتفع سعر برميل النفط إلى معدل 60 دولار. طبعا اللجنة أضافت بأن موازنة العام الماضي أقر سعر البرميل النفط ب 56 دولار للبرميل الواحد، لكن تعيين كما قالت أكثر من 200 ألف كما قالت موظف زاد من كتلة الرواتب ما تطلب رفع سعر البرميل بالموازنة إلى 60 دولار للبرميل الواحد. وأوضحت اللجنة بأن الموازنة المالية ستقتصر على الرواتب المالية والأمور التشغيلية، وأكدت بأن الوضع الاقتصادي الذي يشهده العراق والمتمثل بجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط جعلت موازنة عام 2020 تقشفية ومقتصرة على النفقات الضرورية فقط. يعني أنت من جهة عينت تقول 200 ألف، من جهة عينت 200 ألف، غير أنت عندك مخزون مالي زين. إحنا أصلاً عندنا أزمة قبل كورونا، وعندنا أزمة قبل انخفاض أسعار النفط، عندنا أزمة بالاحتياطي من العملة الصعبة، عندنا أزمة بأزمة الفساد والسرقات اللي موجودة في البلد. بس الظاهر الجماعة هاي لقوها فرصة، هسه لقوها فرصة حتى ربما يقول لك إحنا هاي مشكلة عالمية حتى ربما يخلصون من عندها. معنا اتصال حسين من البصرة، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم وقناتكم الشهيرة المبروكة، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يخليك ويحفظك. الله يبارك فيك. تفضل عيني. الله يبارك فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك عيني، تفضل. الله يبارك فيك. طبعا إحنا بالعراق للأسف يعني للأسف جاي نعاني، الحمد لله والشكر، احنا يعني نعاني من بعض الشغلات. يعني يا اخي والله العظيم لو تنزلون للشارع وتشوفون يا اخي والله وبالله ذاك اليوم والله وبالله يعني شبك لي فتحاري والله العظيم يرسى اليها، يعني ناس عايشه بنعيم يا اخي والناس تجدي بالشوارع بالزباله تلقط، ليش هيك يا اخي؟ الله اكبر. نعم اسمعك حسين، نص التلفزيون ما يحتاج. اي نعم احنا نقول الى متى هذا هيك يصير الشعب؟ ليش هذا العراقي العراق هذا ابو الغيره؟ ليش يا الله ليش؟ اكو ناس جاي يا اخي والله للاسف، شو نقول ناس جاي تحكمنا يعني يا اخي والله العظيم، نقول مو عراقيين، ما ادري شو نقول، ما ادري. نعم انت سمعت الى مستشار رئيس الحكومه قال استلمنا الخزينه خاويه من عادل عبد المهدي؟ ليش خاويه؟ ليش الخزينه خاويه؟ أموال العراق وين تروح يا أخي؟ أموال العراق كلها بتجيب، أريد أقول هيك يعني أريد أنا أقول كلها بتجيب جاي تروح أموال العراق، ليش؟ نعم جاي أسمعك نعم جاي أسمعك، يقول يعني ليش وين راحت الخزينة؟ أموال الدولة وين تروح؟ العتبات فلوس العتبات وين جاي تروح؟ ليش هيك؟ نعم ليش يعني هاي ليش يعني؟ إذا هم يخذون للمتقاعدين، أنا والدي حسين صوتك واضح يعني ما يحتاج تسمعه بالتلفزيون، استمر بكلامك الله يخليك. نعم الله يبارك بيك. الله أستاذنا العزيز أنا يعني أتصور يعني المتقاعدين والدي 30 سنة يحكم، والدي 30 سنة يحكم بالعراق، متقاعد عسكري يأخذ له 300 ألف، والبرلماني يحكم له 8 سنوات ياخذ له 4 ملايين، وين صايره هاي؟ نعم يعني شو تقول انت؟ بي اكو عداله يا لا أخو؟ طبعا لا طبعا ما اكو عداله. نعم. والله يا اخي. وبالنسبه للرواتب يعني مال الموظفين جاي تتاخر، يعني رواتب الموظفين جاي تتاخر، لا ما جاي نفتهم ليش الوضعيه. هسه يقول لك احنا يعني المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد صالح يقول لك احنا بالقوة دبرنا رواتب هذا الشهر، الشهر الجاي ما نعرف. الله اكبر.
اكبر يا اخي والله ما سمعته. ما سمعت بالمقطع اللي عرضنا؟ سمعته نعم 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 نعم, نعم سمعته سمعته. بس يا اخي جريمه بحق الاسلام هاي, جريمه بحق الاسلام والله وبالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اني اشكرك اخ حسين من البصره, كان معنا اتصال ابو علي من واسط. تفضل ابو علي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لجمهورك الكريم. راح بصراحه راح ابدا من ما انتهى الاخ حسين من يقول البرلمان اذا حكم 8 سنوات. لا, خلينا نخلي معلومه عنده. لو حكم 24 ساعه وبعدين طلع راح ياخذ راتب تقاعدي 8 ملايين مو 4 ملايين. يعني ياخذ 80% من الراتب الاسمي اللي كان يستخدمه, وبعض المخصصات القويه. احنا دكتور عمر الـ يعني الدوله ما جايه تمشي بشيء صحيح. الدوله ما عندها خطط. الدوله المفروض تقرر من تيجي تعين بالموازنه, من تيجي تعين يعني تيجي تعين موظفين المفروض عندها نسبه تاخذ. انا حتى ما يعني عرفته 2% من نسبه الموظفين, والمفروض يطلع متقاعدين حتى هم تجيب موظفين يشتغلون. نعم. بس الدولة هنا الموجودة, هذه اللي موجودة هنا أو ما يسمى بالدولة هي سلطة. عندها التعيينات للمصالح والحزبية والوعود بالانتخابات. لأن ماكو تعيينات يعني على حسب كفاءة وحسب حاجة. اللي تشوف هسه تقييم حوالي من الموظفين العراق الموجودين حاليا 60% منهم بطالة مقنعة. يعني الاربع موظفين الموجودين شعبه واحده ممكن لو يدير الشعبه موظف واحد. كذلك الانفتاح اللي صار بالدوائر الدوله اللي تنفتح بدون داعي. يعني انا ما محتاج لي دائره جديده بهذه المنطقه, يفتح واحده حتى يضيف التعيينات عليها موجوده. كذلك الخطه موجوده. يعني انت من استلمت, يعني يقول استلمت وزاره او خزينه خاويه من عادل عبد المهدي, نفس الشيء عادل عبد المهدي عم ايش اسمه حيدر العبادي قال انا استلمتها فاضيه من المالكي, والمهدي قال استلمتها فاضيه من العبادي, وكذلك الكاظمي. زين انت مو المفروض تحاسبه؟ يعني انت كدوله وانت كبرلمان, انت برلمان جهه رقابيه, مو شغلك انه انت تحاسب؟ قاعدتوا شنو شغلكم؟ تاخذون مخصصات, توقفون قرارات تمشي, تستقطعون رواتب الموظفين المتقاعدين؟ يعني هو هذا انتم شغلكم شنو؟ لان هم اساس الموجودين باعضاء مجلس النواب ما يعرفون شنو دور مجلس النواب. ما يفتي ناس يعني حقها تصاد دكتور عمر, ناس ما تفتهم. يعني ناس لا عندهم شهادات ولا دارسه وما تعرف حتى من حتى اللي هذول اللي كانوا شاردين في زمن صدام وقالوا احنا معارضه. انت معارضه على شنو؟ تعارض النظام؟ متعارض تصرفات؟ لا هو عارض النظام حتى بعدين ياخذ منصب وراتب. ابو علي المضحك بما قاله المستشار المالي للحكومه, قال المليار دولار اللي خليناها بخزينة الصين بالاتفاقية على أساس إذا تتذكر صدعوا رؤوسنا بيها في زمن عادل عبد المهدي إنه الصين تيجي تستثمر بالعراق وتسوي مشاريع, فخلوا مليار دولار بالخزينة حسب الاتفاق. الجماعة من كثر الإفلاس راحوا سحبوهن. ماكو رقابة. يعني انت تتوقع يجي مدير البنك المركزي او محافظ البنك هذا شو اسمه العلاق يقول عندي 700 مليار ما ادري ايش قد غرقن, اكو فلوس تغرق اليوم؟ انا اتعجب والله. نعم. يعني لحد الان مو بعقليه انه يخلي خزينه وجوه القاع ويدفنها وبعدين الناس قامت تتعامل بارقام. يعني لو تروح لاي دوله هسه, باي دوله انت بتركيا, لو تروح لاي دوله تقول لهم يابا نعم شلون؟ نعم. ابو علي اشكرك, انا اعتذر منك لان الصوت بالاخير قام يقطع. ام ازهار من بغداد, تفضلي ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله, اهلا وسهلا بك. احييك واحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. انا اقول عيب عليهم يطلعون يشن هذا المستشار او رئيس الوزراء او كلهم يقولون الخزينه فارغه. هو وين فارغه؟ فرغت بجيبكم انتوا, وين فرغت؟ زين انتوا لما رجال الدوله تسمون نفسكم رجال الدوله, ليش ما تحاكمون اللي باقوا؟ ليش ما تحاكمون المالك 8 سنوات باق عجز؟ لما عجز من باق وودى فلوس برا لما عجز, وهاي ابنه دا يتمتع برا بالفلوس مال خلفه. زين
كل اللي حكمه مو بس الملك الجعفري، الحكيم اللي ماخذ نص الكرادة، كلهم هم حرامية. هاي دولة الحرامية، ما يسموها دولة، دولة الحرامية. مع الأسف العراق يحوي هيك شكولات تحكم هذا البلد اللي دمرته، بغته، ما خلت شيء، ما قتلت ونهبت وسلبت، ويطلعون يحكون النواب. انا اتعجب النواب اللي قاعدين مسطرين كلهم، بنوا لهم مستشفى، بنوا لهم مدرسه، بنوا لهم فشي، او واحد يتمتع بفشي يقول انا سويت هذا الشيء حتى يتفاخر بي. اشو هم من 17 سنه خربوا ما انجزوا، كل شيء ما انجزوا، خربوا ودمروا وقتلوا ونهبوا، واخر شيء هسه خلوا العراق على الصفر. كانوا بس يهتمون بس بالنفط، والنفط انقطع. زين هم لما هم يقولون احنا دوله المفروض الزراعه، المفروض الصناعه، وين مصانعنا احنا كلها اللي كانت تهدر فلوس؟ وين الزراعه اللي احنا زراعتنا اللي ثمرتها تسوى الدنيا كلها احسن من هالدنيجي؟ لكن هي شلون يصير؟ شلون ما الحليب ينطون الى ايران؟ لازم يستوردون حتى ايران تستفاد. لازم ايران تمص دماء العراق من يعني من كل الجوانب. 17 سنه ما استحيتوا، ما خجلتوا، ولي اصلا ما يخجلون هذول، يعني يطلعون عينك يكذبون، عينك يكذب. انت يا المستشار والله الله طالع تقول بس ما ادري كم مليون خلالنا اياها بالصندوق، مو عيب تحكون؟ والله ضحكونا على العالم علينا، والله العظيم العالم كلها تضحك على الحكومه الطايحه اللي اجت لنا حكمت هذا البلد وتحطمت هذا البلد. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نتخلص منها باي وسيله ان كانت. وانا اشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا. أبو عمار من السويد يقول السلام عليكم. يقول أستاذ عمر، الحكومة باستطاعتها أن تأخذ قروض من المالكي وعمار ومقتدى وعلاوي وسليم الجبوري والحلبوسي وغيرهم من الفاسدين والأحزاب، لأنهم أصبحوا هم أغنى من الدولة. والله مضحك مبكي، يعني اقتراح بمكانه، بالفعل هم اللي صاروا اليوم أغنى من الدولة. أبو يوسف من الدنمارك يقول تحية طيبة لك أستاذ عمر، حكومة العراق كذابين ولصوص، وهذا الكلام غير صحيح. إذن يقول تم إعطاء إيران 400 مليون دولار، طيب وين واردات المنافذ؟ وين فلوس الضرائب؟ وين فلوس الاحتياط العراقي في أمريكا؟ هذا تصريح للاستهلاك المحلي وشكرا. معنا اتصال أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أخي الكريم. حياك الله، يا هلا بك. يا هلا بك. المصائب والأوضاع في العراق يعني واحدة أكبر من الثانية، واحدة يعني لا ندري أين سيصل العراق أخي الكريم. قبل لو تسمح لي أن أتداخل في هذا الموضوع المهم، فقط أريد أن أشير إلى قضية المعتقلين أخي عمر. يعني إحنا نتذكر بالألفين وثلاثة قبل الغزو، النظام السابق أعطى عفو عام وخرج كل الموجودين في السجون بما فيها في سجن أبو غريب، وثلاثة أرباع أو أكثر من الذين موجودين في المنطقة الخضراء كانوا في سجن أبو غريب. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني عفو واحد صدام حسين كم عفو أطه؟ عشرات. هالسريت عفو واحد أخي، راجعوا الملفات. يعني معقول الناس يعني تبقى إلى متى تبقى على هذه الوضعية؟ فالموضوع أخي، موضوع الحلقة، موضوع الجانب الاقتصادي أخي، القضية والسيناريو هكذا، لابد من تجويع العراق، لابد من تجويع العراقيين وإذلالهم وتخليهم يعني يركضون وراء لقمة العيش، حتى إيران قاعدة رجل على رجل وتحرق بالعراق بكيفها وحقدها إلى آخر. هكذا أخي، هذا هو السيناريو. يعني معقولة بلد نفط ومعادن ومياه ما عنده يعني الإنسان ما يركض وراء لقمة العيش، وفوق هذا يقص رواتب وسوي يعني الكهرباء يزيدوه والماء يزيدوه والبنزين وكذا؟ يعني أنت، هؤلاء أخي ليسوا سياسيين وليسوا حكام، لا يعرفون يعني نقمة الشعب
إذا انفجر الشعب وإن منفجر الشعب بعد ما يخاف من أي شيء، ميت هو ميت على فكيف يفكر أخي الحاكم غير يعطي شيء للشعب، شيء للناس حتى يعني يرضوا عنه، اعتقالات وتفجيرات وأمراض وإلى آخره. قاعدين المراجع رجلهم على رجل، الخمس في إيران ويبنون مستشفيات في باكستان وإيران، وأولادهم ما شفناهم على جبهات القتال يقاتلون ويقاتلون الإرهاب، بل هم في لندن وفي بيروت وفي الإمارات. تحياتي أخي. حياك الله أبو فاطم من النجف. معنا محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. يا هلا بك، حياك الله. كريمة. مشاهدي الكرام. أهلا وسهلا بك. يعني موضوعكم من التصاعد عمار وماتين الكورونا، يعني هواي أعداد بالآلاف، طبعا أعداد ما يقولون أعداد حقيقية عمار. نعم. آلاف تشهد حاليا بعراق موتى مصابين. أما بالناس بالجانب الاقتصادي فمعقول العراق ما يصنع فانيلة واحدة؟ فانيلة يعني عنده مصانع عديدة بعراق موقفة، كده وقفوا المصانع حتى يأخذون بضاعة إيرانية، والحدود حاليا مفتوحة بضاعة تدخل العراق، الشاحنات والموارد والكورونا طبعا العراق كل يوم. نعم. حدود مع إيران مفتوحة، فحصار إيران أدى العراق، وحتى الأمم المتحدة يعني عندهم قال يصير حصار العراق الأمور العراقية، لأنه اتصال يعني إيران بالعراق يعني واضح والدين الأمم المتحدة. فإيران هي تحكم العراق، والاقتصاد كله بيد إيران، كله مدمر، المصانع موقفة، يعني حتى بجانب الزراعة الحمطة حرقوها جارب التا قبل فترة، يعني حتى يضعفون الاقتصاد العراقي وحتى يجيبون البضائع كلها من إيران. فإحنا مشكلتنا معلقة بإيران أخ عمر، هي هاي المشكلة. وشكرا. تحياتي. أشكرك أخي محمد من هولندا كان معنا. رسالة يقول فيها مساء الخير أستاذ عمر، يقول احنا قبل كنا جمهورية العراق ولكن بعد السقوط صرنا جمهورية علي بابا. تحياتنا لك وللكادر البرنامج المحترم أبو يوسف من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو قال بأن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار. أكد بأن العراق يحتاج ل 15 تريليون دينار لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، وأشار إلى أن العجز المالي في شهر كانون الأول للعام الجاري بحسب تقديرات اللجنة وصل إلى 40 تريليون دينار عراقي. أوضح بأن وضع العراق الاقتصادي حرج جدا ويعاني من أزمة حادة كبيرة، لافتا إلى وجود سرقة كبيرة في الموارد المالية من المنافذ والجمارك تذهب لجيوب الفاسدين تقدر ب 15 تريليون دينار. وأكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار بأن الموازنة سيكون عمرها 6 أشهر لتمشية الأمور المالية للدولة لما تبقى من السنة الحالية. طبعا موقع ميديا لاين الأمريكي قال بأن الحكومة في العراق لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وأضاف الموقع بأن المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تثق في قدرة العراق على تسديد أقساط القروض إذا تم إقراضها. معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي.
الله يسعدك. يا هلا بك. اهلا وسهلا بك. يا هلا بك. الله يحفظك. طبعا هاي الحكومه افشل حكومه والله. حكومه مضحكه زين، حكومه مضحكه زين على الفساد هذا. يعني هاي موظف قطعوا من عندنا بالشهر المعاش الراتب مال هذا تامين الصحي، وهذا الشهر قطعوا من عندنا 50,000 مال تامين صحي. انت يا رئيس الوزراء انت تشوف دوائر الدوله الفساد. انا داو بالكهرباء بالتوزيع، تعال خلي شوف الفساد الاداري. دوله فاشله يعني الف رحمه على روحك صدام، قلنا نترحم صدام زين. يعني ما صاير هذا الحال، لا كهرباء لا خدمات، شنو فلوس ماكو، شنو فلوس ماكو زين زين. حراميه هاي الحكومه، حراميه حراميه زين. خلي يجي وزاره الكهرباء ويشوف التوزيع، وزاره التوزيع الفساد عينهم كلهم المدراء على 70 ورقه هذا يجور زين. خلي يشوفون الفساد الاداري، يحكي على الفساد وعلى، خلي يجي وزاره الكهرباء وخلي يشوف هذا الفاشل هذا، هذا العين الوزير وزير الصحه حسن التميمي، هذا انقش وزير، امه توفت بعمليه غلط مدينه الطب وقدام عيونه زين، مشرحوها طب العدلي وطلع التقرير كله طب العدلي، وهذا يخلي وزير بيشتحي من يقول 21 كورونا. هم الكورونا هم سووها، هم سووها ذول الفاشلين مثل حسن التميمي هذا الفاشل تعينه وزير، كان حرامي مدير مدينه الطب زين. والله العظيم يعني ماكو رحمه، ماكو رحمه. ألف رحمة على روحك صدام، ألف رحمة على روحك صدام، قلنا نترحمنا بهذا اليوم. شنو هاي الحكومة؟ لا كهرباء، لا مي، لا خدمات، خدمات زفت، الصحة صفر. والله اللي يدخل مدينة الطب يموت. زين؟ هاي مدينة الطب الفاشلة، وهذا الفاشل خلاه وزير حسن التميمي، كان مدير أكبر فاشل. والله والله ينتقم منهم، لأن قلت له أمي بعملية غلط. شنو هاي؟ خبرة ماكو، دواء ماكو، شنو هاي بدنا نعيشه؟ شنو هذا بدنا نعيشه؟ يعني احنا مو بشر، عمي خلي يطلنا جنسيات اسرائيليين يصيروا ونروح لاسرائيل، والله العظيم مليله منهم، مليله من المالكي، من دول الاحزاب الفاشله اللي الله سمرهم علينا غضب. الله يعينكم، الله يعينكم، انا اشكرك علي من بغداد كان معنا. طبعا موضوع الرواتب كذلك، اساتذه جامعه القادسيه نظموا وقفه احتجاجيه رفضا لقرار استقطاع الرواتب من قبل الحكومه، واكد الاساتذه في مدينه الديوانيه جنوبي العراق رفضهم المساس برواتبهم ومخصصاتهم بسبب الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها العراق من جراء عمليات الفساد والنهب التي تتعرض لها ثروات البلد من سنين على يد أحزاب نظام المحاصصة الطائفية. كذلك في البصرة يعني طالب الأساتذة وموظفو جامعة البصرة باستيفاء رواتبهم ومخصصاتهم التي تم اقتطاعها منذ 9 سنين، وأكدوا بأن لديهم كتب رسمية تثبت سلب حقوقهم. خلونا نشوف هذا المقطع لتظاهرة أساتذة وموظفي جامعة البصرة. موظفي الجامعة وحراس الجامعة 96,000، وكل واحد موظف يعمل بالبوابة أو موظف خدمات أو حرفي أو وايفيتر إلى 50,000 دينار، وإحنا طالعين طالب حقوقنا كأساتذة وكموظفين، نطالب حقوقنا، نطالب بحقنا هذا الشرعي. من 2011 وعندنا كتاب رسمي، هذا معنوان من الوزارة، هذا كتاب رسمي من السيد الوزير، كتاب رسمي بالخطورة 96 زين، وعندنا هذا الكتاب 50,000 كتاب رسمي من 2011، ونطالب حقوقنا بأثر رجعي، ونطالب التحقيق من هيئة النزاهة تحقق بهذا الأمر، تحقق بهذا الأمر، صار له 9 سنوات من 2011 لحد 2019. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. الله يسلمك. بالنسبة لاقتصاد البلد، يعني احنا اكو معلومات عن ان عادل عبد المهدي وحكومته المنتخبة يعني تركت للعراق يعني مع الديون بقية 300 مليون دولار. نعم، يعني مثلا المقطع بالبداية اخي صباح. نعم، انا ما اسمع والله، ما سمعت المقطع. ايه مقاطع. مستشار رئيس الحكومة قال بان عادل عبد المهدي سلمنا خزينة خاوية، وبعدين عرضنا مقطع قبل كم يوم طلع وزير المالية قال عندنا عجز شهري ب5 تريليونات دينار، والمستشار المالي محمد صالح مستشار المالي للحكومة قال احنا نقترض بسبب العجز المالي، وقال احنا بالقوه يلا دبرنا رواتب هذا الشهر والشهر الجاي ما نعرف، الله اعلم. اسبابها كلها سبب الشعب العراقي، يعني كنا احنا صوشنا احنا، يعني مثلا اللي وصل العراق الى هذا المستوى منه
طبعا يعني اللي وصلونا هم الطبقة السياسية اللي انتخبها الشعب، لكن الشعب هسه العراقي قام يفهم وقام يوعى الجاي يصير ما شكو ماكو من يطلع محلل سياسي او يطلع مسؤول سياسي يصرح بتوضيحات ويحكي ويسولف كله سوالف كذب. فالشارع العراقي اكتشف ان ذولي ناس كذابين وناس حرامية ما عندهم اي انجازات. هسه العراقي قد مطلوب، يعني مطلوب 130-140 مليون دولار مليار دولار، يعني شنو العراق بلد الخيرات وبلد النهرين والزراعة وبلد النفطي والغاز والنفط وكل الحديد والنحاس كل شيء عندنا احنا بالعراق، لكن احنا كرجل قيادي ان يدير العملية السياسية اقتصاديا العفو يدير الاقتصاد البلد ما عندنا مستشارين يعني حقيقيين الرئيس الوزراء يديرون به ويخلون خطة استراتيجية للنهوض بالعراق ما عندنا شخص يدير البلد اقتصاديا. اللي وصلنا لهالمرحلة هم طبعا المحاصصة وقادة الكتل الناس اللي حاقدين على العراق ما يجونا وجابهم هذا الفكر اللي هم كانوا أغلبيتهم رفحاويين وعاشوا بأوروبا بأمريكا وبغيرها وبالاتحاد الأوروبي ما شافهم هناك التطور والنهوض اللي صارت بها أوروبا في سبيل تقول هذا الثقف وصار يعني عنده معرفة في بناء دولة ويقول لك احنا معارضة ما يجمي هسه استلمهم الحكم من 2003 لحد الآن شنو إنجازاتهم شنو اللي كانوا عايشين به بأوروبا أو الدول المتحضرة في سبيل ينقلوه للعراق ويبنون فتشي يعني مثلا يعني العراق ينقص عدة أشياء جمي لدمار العراق وتدمير العراق وتدمير البنية التحتية اقتصاديا اجتماعيا سياسيا. هسه العراق صفر وجماله مطلوبين يعني كل هالميزانيات الانفجارية من 2003 لحد الآن شقد باعت الدولة نفط؟ بعنا نفط ما يقارب بالألف مليار وثلاثمية. شنو المشاريع اللي صارت؟ دراسة جدول اللي وزارة التخطيط المفروض للميزانية. أخي صباح احنا ذكرنا هذا الموضوع، يعني احنا يطلع عندنا مسؤول ان كان وزير المالية او مستشار يقول لك او نائب يقول لك احنا واردات الدولة من المنافذ الحدودية شهريا 10 مليار دولار، تمام؟ 10 مليار دولار، مليار توصل لخزينة الدولة وتسعة تروح لجيوب الفاسدين، يعني هاي وحدها تسد أزمة. نعم. تسد أزمة. هذا المليار اللي يوصل ليش ما يسيطرون عليها؟ نعم، المليار اللي يوصل خزينة الدولة هذا معلوم، أما البقية اللي أموال اللي سرقت من اللي سرقها؟ احنا نعرف ان اكو مكاتب اقتصادية تابعة لكل الفصائل اللي يسمون فسهم الحشد المقدس، يعني بكل المنافذ الحدودية سواء ميناء البصرة او اللي على بيالة او على الموصل او على الانبار او كل المنافذ البصر، يعني كلها اكو لها مكاتب اقتصادية ناس مجرمين وسراق يمثلون هذه الفصائل، والفصائل احنا كلنا نعرفها تابعة الى احزاب، يعني الأحزاب الموجودة الحاكمة الستة اللي جاي تشرف على العملية السياسية عندهم مكاتب اقتصادية. فأي شيء المنافذ الحدودية سواء البصرة، يعني شخص يسمونه السيد هو اللي يدير كل منفذ البصرة، ما تطب شغلة وما تطلع شغلة من عنده إذا مو بعلم هذا الشخص ويتقاسموها بيناتها، وطلعت هم نفسهم أعضاء مجلس المحافظة البصرة ناس فضحت ناس وناس يقول أنت هذا هلقد حصة أو المحافظة هلقد أعضاء المجلس لهم هلقد، وكل المحافظات اللي حقيقة هي جاي تعاني هسه من هاي السرقات. المنافذ الحدودية يعني بيها موارد قوية للدولة، يعني موارد تقدر تبني لك مدارس. نعم. تقدر تبني مستشفيات على هاي الأزمة مع الكورونا اللي إن شاء الله أمة محمد كلها تتجاوزها وتعدي على سلامات على المجتمع العراقي بالذات. هاي المنافذ الحدودية وارداتها وين تروح؟ تروح احنا نعرفها اغلبيتها للاحزاب والحشد المقدس اللي يسموه سووه مقدس هسه بروسنا المكاتب الاقتصاديه مالتهم، وحتى الشركات الاجنبيه اللي جاي تعمل بالعراق صدقني استاذ عمر ما يخلوها تشتغل براحتها، لان راح يطلع لها واحد ميليشياوي والميليشياوي تابع للسيد والسيد مدعوم من الحزب والحزب مدعوم من المرجعيه ويسرق، ما يخلون حتى المستثمر يجي يشتغل بالعراق سواء خليجي سواء لبناني سواء اردني. اكثر اغلبيه الناس اللي العرب وغيرهم عندهم اموال يقول لك احنا نستثمر بالعراق لكن احنا راح نتعرض الى ابتزاز والوضع الامني غير مستقر. 17 سنه الدوله بديهم وماكو مجال ان قطاع خاص سواء من الداخل او من الخارج يجي يبني ويعمر نفس الدستور.
نفس الجسور، ما حد بنا جسور جديدة، مجرد ترميمات. نعم. جسر صار لم زمن صدام بناء يرممون به لحد الآن، انتهى كسباير صار. نعم. أو المدارس أو الوزارات اللي قاعدين بيها، فناس ما جايين يبنون العراق، ناس جايين يسرقونه ويدمرونه. نعم. احنا بس نستورد من تجارة السوء إيران. نعم. أنا أشكرك. صباح من بغداد كان معنا، رسالة على واتساب. السلام عليكم أستاذ، تحياتي لقناتكم المحترمة. تقول هي أم علي من منطقة المحمودية، تقول من خلال قناتكم أطالب بشيء واحد، كل شيء مالي من الحكومة بس يعطون عفو، محتاجين عفو عام، أكو هواي ناس انحكم الظلم، وأني ابني انحكم مجرد مشاجرة انحكم باطل. تقول بريء، مواليد 96 وهو الكبير، كان سندي الوحيد، بس أطالب بالعفو، والله راح أموت وأني ما شايفه ابني وبعمر الورد، انحكم 10 سنوات، الله يفرج عن كل بريء. طبعا وزير الكهرباء ماجد مهدي أقر بعدم وجود كذلك سيولة مالية لصرف رواتب موظفي العقود والأجور اليومية، وبيّن بأن صرف الرواتب مرهون باستحصال السيولة النقدية، وإذا الجماعة خزينتهم فارغة ما عندهم، يقول لك ما عندنا إحنا. طبعا قال في بيان صدر عن وزارة الكهرباء بأن الآلاف من موظفي العقود في وزارة الكهرباء لم يستلموا رواتبهم منذ 6 أشهر وسط موجة من الوعود الحكومية بحل المشكلة دون جدوى. طبعا كذلك شهدت 10 محافظات عراقية أغلبها جنوبية تظاهرات حاشدة لموظفي العقود في الكهرباء تطالب بالتثبيت على الملاك الدائم وصرف رواتبهم المتوقفة منذ أكثر من 6 أشهر. نجي على حصيلة فيروس كورونا. اليوم وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 61 حالة وفاة و 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة في عموم العراق، أعلى حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس. هذه أعلى حصيلة تسجل في العراق، أكثر من 1500 إصابة وأكثر من 60 حالة وفاة. طبعا بحسب الإحصائية بأنه بغداد تتصدر المحافظات من حيث تفشي المرض، تم تسجيل 568 إصابة و27 حالة وفاة، الله يرحمهم والله يشافي جميع المصابين. تجي وراها السليمانية 152 إصابة و5 حالات وفاة، يرتفع مجموع الإصابات في العراق إلى 24254، بينما يبلغ مجموع الوفيات 773 حالة. هذا بحسب هذه الأرقام بحسب وزارة الصحة. طبعا كذلك مديرية الصحة محافظة نينوى حذرت من حدوث كارثة حقيقية مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المتفشي في مدينة الموصل مركز المحافظة. وقال مدير صحة المحافظة فلاح الطائبي أن الموصل تسجل زيادة بأعداد إصابات فيروس كورونا بسبب استمرار دخول الوافدين والمنتسبين وعدم إخضاعهم للحجر الصحي، ما قد يرفع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة إلى ضعف أعداد المصابين الحاليين. نعم. خلية الأزمة الحكومية في ذي قار أعلنت عن تسجيل أكثر من 80 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف العاملين في المؤسسات الصحية، فيما أكد الناطق باسم الخلية حيدر حنتوش بأن المحافظة سجلت حتى الآن 83 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين طبيب ومقيم ومسعفين وصيادلة وموظفين إداريين. أضاف بأن ارتفاع عدد الإصابات جاء نتيجة ملامسة المصابين الراقدين في ردهات العزل. طبعا كذلك عمليات بغداد، قيادة عمليات بغداد أعلنت عن فرض حظر التجوال الشامل في العاصمة أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين، وأضافت القيادة بأن الحظر الشامل سينفذ من اليوم الأربعاء الساعة 6 مساء وحتى 5 فجرا من يوم الأحد المقبل، باستثناء الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وكوادر وزارة الصحة والمنتسبين في القوات الأمنية. وكانت خلية الأزمة النيابية قد نفت قبل يومين بأن تكون لدى الحكومة ولجنة الصحة والسلامة نية لفرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. هناك تحذيرات من قبل الأطباء، وكذلك وزير الصحة حسن التميمي قال بأنه يتوقع ارتفاع
عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة إذا استمر عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأضاف وزير الصحة بأن الوزارة تفتقر للفرق البحثية التي تصنف حالات الوباء بين الشديدة والمتوسطة والبسيطة، وأضاف إلى غياب بروتوكول معتمد للعلاجات المعطاة للمرضى. طبعا هم أكو كارثة اليوم في محافظة تميم بالتحديد في كركوك، هيئة النزاهة أقرت بوجود شبهات فساد في ملف شراء جهازين لفحص الفيروسات في دائرة الصحة محافظة تميم. إيش قال سعرها؟ 180 مليون دينار. يعني شوف يعني دنيئين النفس، يعني عذر على هذه الكلمة، يعني دنت نفسكم وإحنا في هذه الظروف، احتمال أنت تصير بك كورونا، احتمال أطفالك، يعني دنت نفسك إنه تشتري جهاز بهذه القيمة ويطلع الجهاز غير مضبوط؟ ما معقولة، يعني ما معقولة. أنتوا ما أعرف، يعني البارحة إحنا عشينا قلنا اللي يصير بالعراق من ظلم، والظلم في السجون أو في بين المواطنين أو المواطن المراجع للمؤسسة الحكومية أو من قبل الفاسدين، يعني شيء يعني يندى له الجبين. يعني أنت مشتري أجهزة فحص بهذه الأزمة العالمية حتى تأخذ لك كم مليون؟ اتق الله، يعني الخاطر أولادك مو الخاطر الشعب، توقع بيها أولادك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.